داخل هذا الفضاء الثقافي بمتحف كوتاما يلتقي عشاق الشعر والأدب والقصة في موعد مع قامات الأدب في جلسات بنادي المواهب الأدب الشهري لاكتشاف مختلف المواهب الصاعدة بهدف اشتقاقها وصقلها. مرحبا بالجميع في هذا الفضاء الذي هو في عامه التاسع دون انقطاع، برغم الصعوبات، برغم ما مر به من تعثرات، إلا أنه واصل واستمر في إنتاجه وفي عطائه وفي احتضانه لكل مبدعي ومبدعات ولاية جيجل المعطاء، والتي هي مليئة بمثل هكذا شباب، وعلينا نحن كقطاع ثقافة وفنون بالولاية مرافقتهم، فتح المجال، إسهاماتهم، التعريف بهم وبإنتاجاتهم في كل وقت. ككل آخر سبت من كل شهر يفتح هذا النادي أبوابه للمواهب للالتقاء بالقامات المبدعة بالولاية لصقل مواهبهم والاغتراف من تجارب الآخرين، وجميل جدا أن يكون مثل هكذا الفعاليات لاكتشاف المواهب بالولاية ومساعدتهم على سطوع نجمهم في المستقبل القريب إن شاء الله. جيت لهذا النادي باش نقدم القصة ديالي والناس تشوف الموهبة ديالي، واليوم نتشرف انه نلقي القصة ديالي قدام كبار الأدباء ويقيموها. نتمنى المزيد من التوفيق ليا، ونتمنى نواصل على هذا المنوال ونحقق الحلم ديالي ان شاء الله. هذا النادي فرصة كبيرة، وهي أنني تفوقت في دراستي جعل مني كاتبة ومنشطة مبدعة، كان الحافز الأول لي لانطلاق مشواري في التنشيط والكتابة. هو فرصة لتلاقي المواهب كبارا وصغارا لنرمم منهم تلك، أنا لا أقول بأنها أخطاء، لكن لدينا نواقص في الأدب يكملها الكبير للصغير والصغير للكبير. مثل هكذا لقاءات يعتبر متنفسا لعشاق الأدب بمختلف أعمارهم، يسعى من خلاله منظم النادي إبراز الطاقات الأدبية الصاعدة للولاية.